في الرابع من يناير سنة 2012، مستخدمون في 4chan قام بتنزيل هذه الصورة كلوحة غير عادية. فهذا الشخص الغير معروف قام بإخفاء لغز بالأربعة أرقام 3301، كما قال أن هناك رسالة مخفية بالصورة. فهناك أشخاص كثيرون مروا بهذه الصورة ووصفوها بأنها فعلا أكثر صورة تحتوي على تفاصيل يجب صيدها على الإنترنت. بعد دقائق من تنزيل الصورة، أحدهم اكتشف أنه استطاع أن يفتح الملف باستخدام التكست إديتر ليجد كتابة ملفية يتم قراءتها. هذا الرمز يحتوي على شيفرة، وعند فكها سيظهر لك رابط يدخلك موقع، والموقع سيظهر لك صورة. في البداية الجميع ظن أنها النهاية، ولكن باستخدام برنامج يسمى OutGuess، المستخدمين أصبح بإمكانهم أن يحصلوا على معلومات عن الصورة. فالمعلومات هذه أرسلتنا إلى رابط سابريديت الذي كان يحتوي على كتاب. الكتاب نفسه كان يحتوي على أيضا رمز، وهذا الرمز سيعطيك رقم هاتف، وعندما تتصل به هذا ما ستسمعه. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. فبعدها بيوم لاقت الصورة شهرة عملاقة على الإنترنت. المجتمع الكامل من محققين كاملين يبحثون عن اللغز التي تحمله، ولكن ولا واحد منهم وصل إلى ما يمكن أن يفهمه. فلماذا ظهر اللغز؟ من كان وراءه؟ ماذا سيحصل عندما تصل إلى النهاية؟ فبعضا منهم تركها كمسحة، والآخرون لاحظوا أن هذه الأشياء لا تصنع للا شيء. فالبعض ظن أنها هناك جهة محددة تحاول أن تصنع أسرارا داخلها لتوصلك لشيء معين، ولكن كل هذا لم يكن إلا إشاعة. فالرقمان الآخران الذي ذكرهما المتحدث على الهاتف ظهرت بأنها هي أبعاد الصورة الأصلية. فعندما تضرب الطول بالعرض برقم 3301 واستخدام الناتج كرابط، فعند دخول الرابط المستخدمين وجدوا أنفسهم في موقع. الموقع يحتوي على عد تنازلي مع صورة لحشرة تسمى سيكيدا. فبعد انتهاء العد التنازلي ستظهر لك مجموعة أرقام. هذه الأرقام تعطينا أرقاما لأماكن مختلفة حول العالم، 14 مكان في 5 بلاد مختلفة. فجميع من قال أنها مستحيل أن تكون مسحة تأكدوا أنها فعلا كذلك. ففي كل مكان توجد صورة لحشرة السيكيدا مرفقة مع رمز QR. On the bike shelter over here. See, I got it right there. You can see the corners. I just kind of ripped it off. الرموز أدت إلى صورة، والصور تحتوي على ألغاز، والألغاز أدت إلى كتاب، والكتاب أرسلنا إلى موقع. لكن هنا الأمور أخذت منحى غريب. ففقط مجموعة محددة تم اختيارهم لينتقلوا إلى اللغز الأخير، فالموقع تم إغلاقه مع رسالة تقول نريد الأفضل لا التابعين. فالمجموعة تم تحذيرهم من التعاون مع شخص أو نشر أي تفاصيل عن هذه المرحلة الخاصة. حسناً، فعلياً بما أننا عرفنا هذا فهو من الآمن أن نقول أن ليس الجميع اتبع هذا التحذير، ولكن الذين اتبعوا تفوقوا ليصلوا إلى مراحل متقدمة جداً. هذا طبعاً قبل وصولهم إلى النهاية العظمى من اللغز. بعدها تقريباً بشهر تم تنزيل صورة على سابريديت لإظهار ملخص اللغز، وبهذا توقف البحث. فسيكيدا أخذت هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا لتلك المرحلة كما وصفتهم بالعباقرة، وما حصل لهم سيكون شيء مخفي كامل. فالملخص الكامل يقول أن الجميع أثبت أن هذا اللغز كان مجرد شيء شرس غير متوقف الجميع يلحق به كتضيع لوقت الجميع. وبعد هذا الأسئلة عن الصور لم يتم إجابتها. لماذا كانت هذه الأحجية؟ من كان وراءها؟ ماذا سيحصل عندما تصل للنهاية؟ وكما اتضح بالنهاية أنها كانت فقط البداية.